تتحسس المدينة طريقها للحياة وسط كل ما يجري بداخلها ومحيطها أيضاً، لكنها في أغلب الأحياء والمناطق التي تدور في محيطها مواجهات تبدو هكذا خالية ومهملة، إلا من المسلحين في فصائل المقاومة والجيش الوطني، وهو الشيء السائد الذي باتت المدينة تتمتع به أكثر من أي وقت مضى. هذه لعبة الحرب ودورها في التباعد بين الناس وحياتهم في تعز الذي أصبح لها ألف وجه، وتتوزع مآسيها الصغار قبل الكبار، فأحياناً يحتاج سكانها لأكثر من طريقة لتجاوز لحظة صعبة، لكنها وإن نجحت تخفق في المنتصف مع استمرار حصار الميليشيا واستمرار هجماتها. الميليشيات لا زالت تمارس عملية السلب والنهب بالمنافذ اللي هي جوار السمن والصابون. أما بالنسبة للخروقات فهي مستمرة منذ بداية الهدنة ليلا ونهارا. لا أفق للحل السياسي أو العسكري في ظل شلل مشاورات الكويت وتقاعس الدعم الرسمي للجيش والمقاومة لتخليص المحافظة من الحرب الدائرة التي كلما تنفست المدينة خنقتها المعابر وصار كل ما فيها عرضة للسوق السوداء الجالبة للبؤس والاستغراب حتى على ما دون البشر. أتوقع أنه هذه الميليشيات عندما قبلت بأن تجلس على طاولة المشاورات في الكويت هي فقط لأخذ مزيد من نفسها أو مزيد من الوقت لترتيب صفوفها، أو لأنها كانت تتوقع أنها في الرمق الأخير تحت ضربات المقاومة والجيش الوطني مدعوم. على الرغم من تطويق المدينة وقصفها إلا أنه ما يزال للابتسامة حضور ولو في عز الألم في هذه الوقفة الاحتجاجية وسط شارع جمال المناهضة لما تتعرض له المدينة من حالة حرب، يحاول هؤلاء توصيل صوتهم المخنوق للعالم في لحظة مشاورات الكويت التي أيضا يحاول أن يظهر فيها ممثل الميليشيا كملتزمين بوقف إطلاق النار بينما يقتلون في تعز، لكأنهم في هذه اللحظة الفارقة يريدون توصيل شيء واحد للعالم: اصمتوا لنقتلكم.